ونستمع أيضا إلى تكبيرات من قبل الشباب الفلسطينيين. هذه التكبيرات وهذه كذلك الهتافات هي مؤيدة للمقاومة الفلسطينية. نعم، نتابع معك إذن رائد في هذه التغطية. إذن إصابات على ما يبدو في صفوف الشبان الذين كانوا موجودين في منطقة دوار السينما، مع وجود آلية عسكرية إسرائيلية في هذه المنطقة بعد انسحاب العدد الأكبر من الآليات قبل قرابة الساعتين من الآن. عودة مجددا إذن للآليات العسكرية في هذه المنطقة. سأترك لك الفرصة لمتابعة الأخبار العاجلة ميدانيا. وهناك مصادر إذن تؤكد مقتل جندي إسرائيلي في مخيم جنين. إذن في خبر عاجل نبثه الآن عليكم مشاهدينا، مصادر تؤكد مقتل جندي إسرائيلي في مخيم جنين. على ما يبدو أنه هذا الجندي قتل، وتم متابعة ورصد وجود طائرة عسكرية في منطقة حاجز الجلمة، وشوهدت هناك مركبة إسعاف. تم التعامل إسرائيليا مع إصابات، وهذا الذي نبثه الآن عبر شاشتنا من خبر عاجل يؤكد ما قاله الزميل خالد بدير قبل قرابة نصف ساعة من الآن، بأن هناك تعامل مع إصابات وقتل إسرائيليين على ما يبدو بعد التفجير الذي استهدف آلية عسكرية في شارع أبو بكر وسط مدينة جنين. وأعلنت كتيبة جنين أنها استهدفت الآلية العسكرية بشكل مباشر وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي. إذن مصادر تؤكد مقتل جندي إسرائيلي في تبادل لإطلاق النار في مخيم جنين. كما نتابع إذن تعدد وجهات المقاتلين الفلسطينيين المسلحين سواء كان في مخيم جنين أو المدينة، مع تضارب الروايات إسرائيليا مع حظر النشر في الكثير من القضايا المتعلقة بالاستهدافات لجنود الاحتلال الذين يقتحمون المخيم والمدينة. هناك الاشتباكات التي تواصلت في شارع أبو بكر، دوار السينما، دوار يحيى عياش، ودوار الداخلية. بالعودة مجددا إلى رائد الشريف مراسل الغد، إليك رائد، هناك تحركات جديدة لديك على ما يبدو الشبان يعودون مجددا إلى الدوار؟ بكل تأكيد، لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني اتجه نحو المنطقة الشرقية لمخيم جنين أو حتى في محيط يعني مستشفى جنين الحكومي. هذه الآلية العسكرية يعني غادرت دوار السينما واتجهت باتجاه مستشفى جنين الحكومي أو حتى المنطقة الشرقية لمدينة جنين، وهذا هو مدخل يعني المخيم. لكن بعض المعلومات تتحدث بأن الاحتلال الإسرائيلي لم يغادر يعني ربما الجيش على الأرض أو حتى داخل المنازل، لم يغادر مخيم جنين. يعني هذه بعض المعلومات التي يتم تناقلها، ولا يوجد هناك يعني انسحاب لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وحتى أن المقاومة الفلسطينية كتيبة جنين تحدثت حول هذا الموضوع، وأنه ربما تكون هنا يعني مناورة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لخداعهم أو حتى للتضليل بهم، وهذا فعلا ما أرسلوه بأس جنين سرايا القدس.